قرار مجلس القضاء بغلق المحاكم أنا أعتقد كان متعجل محافظ أكثر من اللزوم، لأن حتى يعني المتظاهرين كانوا لا يريدون الأذى بقدر ما أن يعربوا عن غضبهم أو امتعاضهم من دور الجهاز القضائي في تقويم الأمور. فهذا الأمر أعتقد يحتاج الجهاز القضائي أيضا أن يكون ينظر الأمور بقلب كبير وبعقلية واسعة وبمسؤولية. وعلينا أيضا أن نسجل أن القضاء نفسه عن قصد أو عن غير قصد أيضا دخل في مناكفات السياسة وقضى عليه رمضان.